صباحا واهلا وسهلا على القناة. اليوم عندي المراجعة على الريد ماجيك 3. هالتليفون معمول خصوصيا بال 2019، خاصة صرنا بنص السنة، للالعاب، الالعاب على الموبايل ديفايسز. عندنا شاشة كبيرة، بطارية كبيرة، سماعات ستيريو بيوقفوا دغري قدامنا، وعندنا كنترولرز موجودين دغري على التليفون، غير انه بيعطوكم وحدة غيرها اذا بدكم تجيبوها لتلعبوا العاب احسن بكثير. وبنقدر كمان نستعمل شريط الانترنت دغري الار جي 45 دغري من ورا بالداكينج ستيشن حتى نقدر نستعملها من غير ما حتى نقرا التليفون. كل هالشغلات بتعطينا مميزات خصوصية بتليفون للالعاب. لما نبلش نطلع فيه كتليفون عادي ونستعمل الكاميرا تاعيته، في عنا كم شغلة ما مزبوطة. اليوم بدي أعطيكم المراجعة عليه. أنا طارق، أهلا وسهلا على القناة، خلينا نشوف. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وضغطوا على الجرس حتى تعرفوا دائما لما ننزل فيديوهات جديده على القناه. اول شيء بنلاحظه على التليفون انه الشاشه كتير كبيره. عندنا شاشه حجمها 6.65 انشز، واللي عندنا هون موجوده 1080p بانل موجود عليها 90 هرتز، معناته الريفرش ريت كل ثانيه الشاشه بتجدد حالها 90 مره. هيدي كتير حلوه وكتير منيحه، خاصه لما عم نستعمل السيستم يو اي، لما بنقلب من الالعاب وبنفوت دغري على النوتيفيكيشن او حتى بنفوت على السيتنجز، كل هالشغلات بتمشي على 90 هرتز. اللي موجود عليها هلا اللي ناقصنا بعد انه نقدر نشوف تطبيقات بيستعملوا 90 هرتز. اللي موجود هلا بس عندنا فين جلوري، عندنا سكال جيرل، حتى اذا عم نستعمل بوكيمون جو عم بيقولوا بتمشي عليها 90 هرتز، بس الالعاب العاديه مثل بوب جي ولا حتى الاسفلت 9 وحتى فورتنايت اذا بتستعملوها ما عندها الا 30 هرتز 30 فريمز بير سكند. سو هاي الشغله لازم يبلشوا يجددوها ويظبطوا فيها. بس غير هيك عندنا بطاريه موجوده هون بحجم ال 5000 ملي امبس، عندنا ال 3.5 ملم هيدفون جاك فوق للصوت، عندنا ستيريو سبيكرز من قدام، الكاميرا الادمانيه 16 ميجا بكسل بتعطينا صور كثير منيحه. الكاميرا الورانية موجودة هون، هيدي الكاميرا تاعت سوني 48 ميجا بكسل، ما عندنا الا كاميرا واحدة مع اثنين الدول تون فلاش ورا، عندنا هيدي مثل كان مبين علينا كأنها سماعة موجودة هون، البوابة الصغيرة هيدي البوابة على الشمال، بيسكلي عندنا الفانز موجودة جوا، نقدر ندورها ونبرد التليفون خاصة إذا عم نلعب ألعاب لمدة طويلة، هالبطارية بتضايقنا كثير، 5000 ملي أم موجودة عليها. عندنا السنسور تبع الفينجر برنت هون وعندنا الار جي بي لنقدر نعمل كستمايزيشن، خليني ندوركم إياها. نقدر ندور الجيم سبيس للالعاب هون دغري من ندور الزر تعطينا هالشاشه. الصوت كتير عالي مثل ما قلت لكم، ستيريو سبيكرز موجودين لفوق ولتحت، نقدر نخصص اللعبه اللي بدنا فيها. بس مجرد ما ندورها بنقدر نشوف انه الار جي بي الستريب هون بنقدر ندوره، وغير هيك فينا نغير الالوان تاعيته. فينا نستعمل الفينجر برنت سنسور مع الكاميستين اللي هون وفوت على اليمين وعلى الشمال لنقدر نستعملهم باللعبه ونغير الشغلات فيها حتى نقدر نسيطر على اللعبه احسن. نقدر نستعملها بالبوب جي، فينا نعملها بالفين جلوري. اجين مثل ما عم بقول لكم الفين جلوري لعبه منيحه، البوب جي بتمشي كتير كتير منيحه. واذا بنسحب من هون على اليمين عم نقدر نسيطر على قوه السي بي يو ولا جي بي يو تبعه، بنقدر ندور الفور دي شوك بيستعمل الفايبريشن موتور تبعه حتى يحرك التليفون لما بنضرب او نضرب حدا بقلب بوب جي. التاتش باتنز مثل ما عم بقول لكم هدول الزرار اللي موجودين فوق الفوق اليمين على اليمين الشمال، والزر الوراني بيكون للفينجر برنت سنسور. غير هيك فينا نستعمل الهاندلر، هيدي الكنترولر اللي هن بيعوها وبيستعملوها مع اللعبة بسموها الهاندلر. مجرد ما نكبسها هون بنقدر ندورها او نطفيها. سو اذا بنكبس الزر عليها بنقدر نفوت، او بنكبس الزر هون بتفرجينا البطارية عليها، بنقدر نستعملها يعمل على اليمين ولا على الشمال. هلا عملها على الهاندل ول انا. وفينا نعمل غير هيك فينا نوقف المكالمات المسجز، ندور الفان مثل ما عم بقولكم ندوروها هون وهيدي بتمشي دغري. وفينا ندور ناخذ صوره ستاند باي بلوكينج داكينج ستيشن، هيدي الشغله الجديده اللي نزلوها كمان بنقدر نستعملها، بتعطينا الشريط الكامل الانترنت الار جي 45 مع السماعه والقوه هون اليو اس بي سي بنقدر نشرجها. تستعمل الكونكترز اللي موجودين لتحت هون لتحت التليفون جنب الجيم سبيس، بنفوتها دغري هيك وبنكبسها كبسه، بيقعد التليفون فيها، بتصير عندها ستاند بتقدر تستعملوها، بتقدر تستعمل الجيم كنترولر وانت عم تلعبوا فيها من غير ما تمسكوا التليفون وتضلكم ماشيين. الكنترولر كتير كتير حلوة لأن عنا أربع زرار، واحد اثنين ثلاثة أربعة، actually عنا ثمان زرار نقدر نعملهم configuration. سو عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وعنا الdirectional pad الموجود هون فينا نستعملها ونقدر نسيطر على اللعبة كاملة. فينا نستعملها حتى مع الكيس اللي بتجي معها، وهالكيس معمول خصوصيا للتليفون مثل ما عم تشوفوا، خلي كل شيء مفتوح
بتفوتوا الكنترولر هون وبتستعملوا التليفون هيك، خاصة لما بدهم تطلعوا لعبة مع زي الباب جي، فيكم تفوتوا عليها، فيكم تسيطروا عليها، تقدروا تقوصوا منها وتستعملوا كل شيء اللي بقلبها مزبوط. وما ضروري حتى تضلكم خليونها بقلب الكنترولر، فيك تاخدوها منها تحطوها بالقلب الدوكينج ستيشن وتستعملوا الكنترولر عادي، او حتى اذا بدكم فيكم تمسكوا التليفون باليمين وايدكم شمال توسعوا شوي حتى ما تضلكم زاركين حالكم بالنص. كتير شغلات مزبوطة، والشاشة بتمشي كتير كتير حلوة، خاصة على الفين جلوري. لما بنستعملها بنقدر نعملها على 90 هرتز مثل ما عم تشوفوا، الصورة كتير حلوة. أمنيتي الوحيدة كانت انه لو يعطونا ألعاب نقدر نستعملهم بتشتغل على شغلات أسرع شوي حتى نشوف قوة 90 هرتز بالشاشة. هاي اللعبة كتير حلوة بس الحركات بين الشخصيات على الشاشة كتير بطيئة، ما بنقدر نشوف كل الحلاوة تاعت 90 هرتز كل الوقت. ولما نخلص من اللعبة ونخلص من نرجع على اللانشر العادي، بنقدر نطفي التليفون ونطفي الجيم لانشر من فوق بترجعنا للعادي. هيدا كله تقريبا مثل الستوك اندرويد، عليها اندرويد 9 الاندرويد باي. الاوبشنات اللي عندنا هون ما كتير قوية، كتير نقدر نشوف بيسكلي الكل موجودين. عندنا الجيمينج داكينج ستيشن مثل ما فرجيتكم عليه، فينا نعمل الكاستمايزيشن على الالي دي ستريب هون، نقدر نغير شغلات حتى اذا جتنا مكالمة جتنا مسج، كل هالشغلات بنقدر نغيرها من ورا وبنقدر نغيرها وندورها مش بس بالجيم سنتر. فينا وصل عدة محادثات عليها، عندنا 2 سيم كارد للتليفون بس ما عندنا ميموري كارد نقدر نغيرها، وعندهم عدة احجام. الحجم اللي عندي هون انا عندي 128 جيجا بايت للستورج و8 جيجا بايت للرام، في عندهم واحد تاني 64 للستورج و6 للرام، وبيقدر يطلع على حديد 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام. الاسعار بتضل تغير دائما بيناتهم. مثل ما قلت لكم الكاميرا اللي قدام 16 ميجا بكسل 48 ورا، اللي عندنا الهيدفون جاك، عندنا الجيم سبيس، هيدي لهلا ما عندنا الا الجيم اوبشن بالدوك مسمينها. ان شاء الله يقدر يعطونا شغلات تانية بالمستقبل نقدر نستعملها، وخاصة نقدر نستعملها لنوصلها للشاشة، لانه لهلا ما عم نقدر نوصل شيء، ما بتعمل شيء اذا وصلتوها على الشاشة، بتضل مثل ما هي بس. غير هيك فيكم تنزلوا اللي بدكم اياه، اللانشر عادي ما في مثله، انه يعني ما عنده كتير مميزات خصوصية فينا نستعمله وفينا نعمل كل شيء. الصور اللي بتطلع لنا من هالكاميرا منيحة اذا بدكم، بس بدكم تاخذوا وقت شوي لتظبطوا الصور تاعيكم. خليني افرجيكم شوي كم صورة اخذتهم امبارح مع ابني، كنا على السباحة مثل ما عم تشوفوا ال HDR، كنا عم نصير على خطوط الشمس تقريبا على السانسات، كنا مين شيء ما اشبه شيء. او فيني فرجيكم شوي كمان صور تانية بنص النهار، اذا في ضوء منيح الكاميرا بتمشتغل مزبوط، الصور ما عندها اشكال، وبنقدر بقلب الجاليري بقلبها للجاليري هي مثل ما هي، فينا نظبط الصور، فينا نعملهم editing. هذه شغلة جديدة نزلوها. بس حتى لما نتحدث عن الفيديو خليني فرجيكم شوية فيديو من قدام ومن وراء على الكاميرايات اللي عنا يون هوني. بلشنا بالفيديو من قدام، الكاميرا الادمانية 16 ميجا بيكسل بيعطينا 1080p عشان الفيديو، الصور فينا نطلع 16 ميجا بيكسل وتطلع صور منيحة. بس بدي خبركم انه الاكسبيرينس معه لهالتليفون كتير منيحة اذا بدكم تفكروا فيه كتليفون للألعاب. مجرد ما نفكر فيه كتليفون عادي منبلش نشوف شغلات ما كتير قوية، الكاميرا بتمشي وعادي وما اشبه شيء، بس منا احسن كاميرا موجودة على الماركت هلا. بس again بدنا نتذكر انه هالتليفون للألعاب. خلينا نقلع على الكاميرا الورانية وخبركم على المميزات الخصوصية عليها، لانه في عندها مميزة ما في تليفون تاني على الماركت هلا تليفون عنده نفس المميزة. قلبنا على الكاميرا الورانية، عم نعمل 4K ب 60 فريمز بير سكند. هيدي منها المميزة اللي كنت بدي اخبركم فيها. المميزة الخصوصية اللي فيها انه في عندنا مود سبيشال بقلب هالكاميرا مسمينها 8K مود، معناته 8K فيديو بيطلع منه للتليفون من ورا. هلا العلة فيها انه بنعطينا هي 8K على 15 فريمز بير سكند، معناته كتير بطيئة ما فينا نستعملها لمكالمات، يعني حتى لو بدي احكيكم هلا ما بتزبط الصورة مزبوط. بيخبرونا وبيقولونا انه بس نستعملها بالطبيعة برا، بالمحل ما يكون في شغلات ما بتتحرك كتير بسرعة. هعطيكم لينك بالفيديو تحت حتى تشوفوا سامبل عليها للكاميرا هيدي وتشوفوا كيف الصورة بتطلع. الشغلة الوحيدة بخبركم فيها إذا عم بتحاولوا تشوفوها على تليفونكم ما حتقدر تشوفوا الـ 8K، لأنه ما عندنا تليفون نحن هلأ بالماركت بفرجي 8K. بدكم تستعملوا الكمبيوتر تبعكم وبتقدر تفوتوا على اليوتيوب تكبسوا على الزر لتقولوا تطلعوها للـ 8K، وحتى لما بتدوروها هونيك اذا الشاشه تاعتكم منها 8K ما بتبين كتير مثلها، بس على القليل بتقدر تشوفوا انه فينا نشوف 8K منه لهالتليفون. ومأكد انكم بدكم تتسمعوا على السماعات اللي موجودين على هالتليفون، هل هن قوية مثل ما عم بقول انا هن؟ خلينا نطلع الفوليوم على اول اكثر شيء وخلينا نتسمع شوي. سماعات كتير قويها، في عندنا السماعه الهيدسيت هون، وخاصه لما نستعمل الداك هون مثل كنت مفرجيكم من زمان من قبل، بتفوتوها بتستعمل التليفون بتركبوه عليها وبتمشي كتير كتير منيح، خاصه لما بتركبوها هون
بتقدر تحطوا كل شرايطكم من ورا، بتركبوها مزبوط، ما بيكون عندكم ولا اشكال، كل شيء بيضل منظم، كل شيء نظيف. فينا نستعمل الازرار الموجودين هون، في عندنا كثير شغلات نقدر نعملها بالتليفون. السعر منيح، بالحجم الشغلات اللي جيده فيه، مثل ما قلت لكم عندنا السناب دراجون 855، عندنا 8 جيجا بايتس على الرام و128 جيجا بايتس على الستورج، وفي عندهم عده اوبشنات ثانيه. ريد ماجيك 3 عنده كثير مميزات خصوصيه، خاصه اذا عم نفكر فيه كتليفون نقدر نلعب فيه العاب. لما نبلش نفكر فيه كتليفون عادي والكاميرا مزبوط، بنبلش نشوف فيه شغلات ما كتير مزبوطة. سو خلينا نركز على الشغلات اللي كتير ماشي فيها. إذا عم نفتش على تليفون لنقدر نلعب ألعاب عليه، الأندرويد ألعاب وكل هالشغلات مثل ما عم بقولكم، هيدا تليفون ما في مثله. الشاشة 90 هرتز، في عنا كم لعبة هلا عم بيستعملوا 90 هرتز، بس بتمنى إنه نقدر يعطونا هني ألعاب تانية وش ألعاب تكون أسرع شوي لنقدر نشوف الشغلة ونشوف كيف الصورة بتطلع أحلى من التليفون العادي اللي بيمشي على 30 أو 60 هرتز. الشغلة تانية عنا السماعة، الهيدفون موجودة لفوق، السماعات الستيريو موجودين دغري وموجهين لوجهنا نحنا، معناته الصوت بيطلع كتير عالي وبنقدر نسمعه كتير كتير حلو. هيدي شغلات ما بتقدر تفتشوا عليها وتلاقوها على تليفونات كتير تانية. خاصة الجيم سبيس نقدر نقلب التليفون بصير مثل كأنه اللعبة مثل النينتندو سويتش، بس الألعاب اللي بقلبها كلها أندرويد ومعمولة خصوصيا لتشتغل فيها. فيكن تستعمل الكماسات اللي موجودة لفوق اليمين وعلى الشمال ولحتى لورا، ومثل ما خفرجيتكم كمان فينا نستعمل هيدي اللي هن بيبيعوها زيادة، ولعنن الداك. الشغلات الحلوة فيها هيديك انه ساعتها بتقدر تحط التليفون على الطاولة وبتقدر تستعمله وتوسع ايدك شوي. اذا عم تستعملوا الكماسة هيدي بتشتغل على بلوتوث، ما ضروري تضلها موجودة عليها، وبيعطوكم الكيس تاعيتها حتى تقدر تحطوا التليفون بقلبها. سو اذا بدنا نسكر كل الموضوع ونشوف شو هي المراجعة المضبوط. الريد ماجيك 3 اذا عم تفتشوا على تليفون للالعاب ما في مثله. اذا عم تفتشوا على تليفون عادي بيقدر يعمل العاب، بفضل انه تفتشوا تطلع على تليفون تاني ميبي الون بلس 7 برو. بعتقد الون بلس 7 برو بيعطينا شغلات احسن شوي لانه عندهم شاشه تقريبا من هالحجم. غير هيك عندنا الكيو اتش دي ديسبلاي، الكواليتي تاعت الديسبلاي اعلى وبيضل على 90 هرتز، هيدي شغله تانية بدكم تتذكروها. غير هيك اذا عم تفتشوا على بيسكلي شغلات متقوا عندها 3.5 ملم هيدفون جاك، الدوك، الجيمنج كنترولر، ريد ماجيك عاملين كثير كثير منيح. الاسعار تعيد هدول كلها حتكون باللينك تحت، واذا قررتوا انه بدكم تشوفوا الفيديو عليه 8K في عندكم اللينك بيكون بالدسكربشن تحت، بس ما تنسوا تعملوه على الكمبيوتر لانه التليفونات تاعتنا ما بنقدر نشوف عليها 8K. هيدا الشاشه اللي عليها 1080p، واحسن تليفونات بالماركت هلا 4K مثل السوني اكسبيريا 1، بس ما تتبعنا ما عندنا هالتليفون. خبروني بالكومنت تحت شو رايكم بالريد ماجيك 3، هل انتم شفتوه من قبل وعم تفكروا فيه اذا بدكم تجددوا تليفون تبعكم، او اذا بدكم تجيبوا ميبي حتى تليفون زياده بس حتى تلعبوا العاب عليه، لانه هذا التليفون مثل ما عم بقولكم سعره منيح، المميزات كتير كتير حلوه للالعاب، وعم يضلون يجددوا كتير شغلات على الالعاب. الكاميرا بتمشي منيحه ما اشبه شيء، بس منا احسن الكاميرات على الماركت. بدنا نتذكر انه هني ما حطوا لا كاميرا وحده لورا، والكاميرا هي مثل ما لكم احسن كاميرا بالماركت، بس بدهم يجددوا السوفت وير تاعيتها احسن حتى تاخذ صور احسن بالمستقبل. شكرا جزيلا على كل الناس اللي اشتركوا جديد على الشركه، خبروني بالكومنتس اجين شو رايكم، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد. يلا مع السلامه.